الحفل حضور عرفك كان كويس الكلا نصيحة بسألك يعني شنو إحساسك وأنت وقفت على مسرح كرتاج وعمرك لم يتجاوز 29 سنة وشنو يعني لك كرتاج مقارنة بالمسارح الأخرى؟ أنا بعتبرها نعمة إنه أنا لسه ما قطعت 29 وأنا وقفت على مسرح كرتاج. هاي دائما بقولها أمي دعيت لي وعين أمي تشوفني اليوم، فهاي دعاوي من دعاوي الأهل ومن رضاهم، وبتخيل بيرجع السبب الأول دائما لمحبة العالم. شو بيعني لي إني واقف على مسرح كرتاج؟ صراحة مسرح كرتاج وقف عليه، هاي دورته 53، وقف عليه بتخيل كبار فنانين العالم، اللي واقف عليه شاب صغير اسمه نصيف زيتون، هيدا اكيد اضافه لحاله بتكفي، ما بقدر يزيد لك اكثر من هيك. وانا قلت انه نصيف زيتون انا قبل قرطاج اتخيل مش انا نفسي بعد قرطاج، فانا بدي اتشكر تونس، بدي اتشكر اداره مهرجان قرطاج ووزاره الثقافه اللي سمحوا لي بالفرصه، كبروا لي اسمي، بتشكرهم وشكرا لهم.